على إثر عملية نوعية لأفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالرباح، تم توقيف بارون تهريب وحج كمية جد معتبرة من الأقراص المهلوسة تقدر ب 419700 كبسولة نوع بريغابالين 300 ملي غرام، وحج 5 مركبات وتوقيف شخصين، ويبقى 5 أشخاص في حالة فرار ليتم وضع تشكيل لمختلف الوحدات الفرعية للكتيبة مع إقحام الوحدات المتخصصة، أين تم توقيف سيارتين وشخص، واستكمالا للتحقيق ومعرفة امتداد الشبكة الدولية. فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالواد فتحت تحقيقا في القضية، وسيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المتخصصة.